تعيش أسرة صلاح الحفيان منذ ما يزيد على 8 سنوات في مخيمات نزوح بعيدة عن منطقة العويسات بمحافظة الأنبار التي ولدت وترعرعت فيها وهجرت منها بسبب العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش. حكومة لازم الأرض رجعها، رجع العوائل. يعني خوما الحكومة قاعدة بالمنطقة والعوائل اللي قاعدة بالخيام، أكو واحد متهجر يعني بلده، يعني هاي الدول هاي كلها ماكو بها خيم ولا نازحين، يعني صار داعش فترة وانتهي خما شلبتوا. وتحن أسرة صلاح الحفيان لأوضاعها في منطقتها قبل تهجيرها، إذ عاش أفرادها سنوات طويلة في مخيمات النزوح محتاجين لكل شيء بعد أن كانوا مكرمين في مسقط رأسهم. قرايبك واحد شرق واحد غرب، واحد في اللوجه واحد بالرمادي واحد ببغداد، على كل من يمشي ورزقه ماكو شغل، يقعد هنا بالمخيم يقتل الجوع. يأملون بينا يأملون ترجعون ترجعون ورجعة ما رجعنا، ولا خلونا من الفاين اول ما تهجرنا، يعني نشتري قيعان ونبنى بيها وظلينا قاعدين في الخيم. والله هذا يعني الظهر يعني حيل حار، يعني نفطس من الحر والله العظيم. ويأمل أفراد أسرة صلاح الحفيان على الأقل أن تتغير أوضاعهم المأساوية في مخيمات النزوح وأن يعيشوا بعض أيام السكينة والهنا. إحنا نازحين ولا بالمطر بالشتاء يطب علينا المي، وبالصيف تموع علينا نموت من الحر. سجى العيد بابا والله ما عنده فلوس يقص لنا هدوم للعيد، أنا بيتنا هنا أبو شايفتي، بس مدنا نرجع لبيتنا، هي هاي أميتنا. مئات الأسر في مخيمات النزوح تعيش حالة أسرة صلاح الحفيان بعيدة عن منطقة العويسات التي هجروا منها، لكن أمل رجوع قريب لمنطقتهم لا يزال يرافق أحلامهم البسيطة.